راح اشرح البروبلم سيت في هذا الدرس باختصار. كل الدرس وكل محاور الدرس تدور في هل الداله متصله او غير متصله. اذا كانت غير متصله تذكر لي السبب. واحنا قلنا شرط اتصال الداله اذا كانت قيمه النهايه للداله تمام تساوي قيمه الداله عند قيمه معينه. اذا تحقق هذا الشرط الداله متصله، مع ذلك فنقول الدالة غير متصلة. طيب في هذا السؤال في البروبلم عندي رقم 2 لـ 13 قال لي شوف لي الدالة متصلة أو غير متصلة، كونتينوز أو نت كونتينوز. إذا كانت غير متصلة اذكر لي السبب. طيب دائما نرجع الكلام اللي استحضرناه، قلنا أي كثيرة حدود متصلة. من الأخير كثيرة الحدود إكس تربيع ناقصا إكس ناقصا 7 + 4 هذه كلها تسمى كثيرة حدود. فأنا عندي أول حاجة جي أوف إكس إكس تربيع ناقص 9 هذه فور شور الدالة متصلة. نبغى نكتب كذا بس يعني ككلام رياضي، فنقول ليميت عند الإكس تساوي 3، وقال لي أوجد الاتصال عندما تكون قيمتها تساوي 3، فنقول ليميت عند الإكس تساوي 3 للدالة وأعوض هطلع الجواب بصفر، لها قيمة صفر أو أي عدد تمام. لما يطلع لي النهاية موجودة إذا طبيعي فور شور شرط تحقق اللي هو بما ان النهايه موجوده اذا قيمه الداله عند 3 تساوي النهايه فالداله كونتينيوس تمام. هذا رقم 2. رقم 3 بنفس الطريقه اجيب قيمه النهايه اهو ليمت عندما الاكس تساوي 3 واعوض بالثلاثه فيطلع عندي 3 ناقص 0 عدد على 0 يعطيني ما النهايه، بما ان النهايه غير موجوده تمام لا تساوي 0 او اي عدد إذا الدالة غير معرفة، أي معنى الدالة هو النهاية غير موجودة، إذا الدالة غير متصلة. أعيد، إذا طلعت قيمة النهاية عندي ما لها نهاية معناتها الدالة غير متصلة. وضحت؟ فأنا أول حاجة أعوض عندي، أروح لرقم 5، قال لي إتش أوف تي للقيمة المطلقة تي ماينس 3 على تي ماينس 3، أعوض نفس الطريقة أجيب النهاية. لما نعوض بالثلاثة في البسط المقام هتلاقي عندي 0 على 0، وما أن 0 على 0 قيمة غير معرفة على طول أقول إنه الدالة غير متصلة، بما أن قيمة النهاية غير موجودة إذا قيمة الدالة غير متساوية مع قيمة النهاية فالدالة غير متصلة كونتينوس. نروح رقم 9 برضو أعطاني دالة أعوض بها بالثلاثة في البسط والمقام، لما نعوض في البسط والمقام بالثلاثة يعطينا 0 على 0 قيمة غير معرفة، وبما أن النهاية غير موجودة أو غير معرفة إذا اتش اوف 3 قيمة الدالة عند 3 غير موجودة، وهذا يؤدي إلى أن الدالة غير متصلة كونتينيوس. آخر فقرة هذه ممكن تيجي زيها مسائل في اختبار، قال لي أتأكد هل الدالة متصلة أو غير متصلة. أنا أتأكد هل الدالة متصلة من اليمين أو من اليسار. من اليمين معنى لما أكتب لي 3 وعلامة زايد فوق يعني أكبر من 3، لما نقول لي 3 وحط فوقها علامة نقص معناتها أقل من 3، يعني هل لها قيمة أو لا؟ ما يهمني كثير إن أنا أعوض برقم أكبر من 3 أو أصغر من 3، فتعوض مباشر بحسب الرقم اللي أعطاني إياه. هو قال لي أوجد النهاية ما اليمين وما اليسار وأشوف هل الدالة متصلة أو غير متصلة. فأنا أخذ أول حاجة عند الشرط هذا تي أكبر من 3 يعني أكبر من 3، فأقول ليميت التي أكبر من 3 للدالة نفسها اللي هي 3 ناقص تي. ليش أخذت هذه؟ لأن أكبر من 3 هذه معناتها كرمز كاين 3 علامة زائد، هذه معناتها كرمز كاين 3 فوق علامة ناقص، يعني خذ رقم أكبر منها خذ رقم أقل منها. فلما أخذ الشرط الأول والشرط الثاني راح أطبق هذه القاعدة أو هذه المعادلة، 3 ناقص تي لما نعوض 3 ناقص 3 هيطلع 0، بما أن لها قيمة غير ما لا نهاية فالجواب موجود، يعني هل توجد نهاية للدالة عندما تكون أكبر من 3؟ نعم. طيب أشوف النهاية برضو إذا كانت أقل من 3 أرجع لي تعريف الدالة، أقل من تساوي 3 أقل من أو تساوي 3 تمام أخذ 3، لما دائما أقل من تساوي 3 فأخذ 3 أعوض في هذا المعادلة تي ناقص 3
ثلاثة ناقص ثلاثة صفر. الآن أشوف هل النهاية من جهة اليمين تساوي النهاية من جهة اليسار؟ والله نعم، بما أنه متساوي إذن الدالة متصلة. بما أن النهاية من جهة اليمين تساوي النهاية من جهة اليسار، إذن قيمة الدالة عند ثلاثة موجودة، وهذا يؤدي إلى أن الدالة متصلة. يعني انتبهوا من مسألة إنه إيش، هل أعوض بقيمة أكبر من الثلاثة أو قيمة أكبر من الثلاثة؟ يمديك تعوض، لكن هو في النهاية وما يبغاك يعني توجد هل القيمة بوزيتيف انفينيتي أو نيجاتيف انفينيتي. متى أختبر هذا الشيء؟ في حالات لو قال لي بس أوجد النهاية، لكن هنا تبي تختبر شرط تحقق اتصال الدالة، فعشان كذا خذ الثلاثة فقط. لكن انتبه لما نقول لك أكبر من الثلاثة يعني 3 بوزيتيف من جهة اليمين، وأقل من الثلاثة معناته 3 نيجاتيف، يعني إيش؟ أقل من الثلاثة. تختبر اتصال الدالة من الجهتين، إذا كانوا متساويين فالدالة متصلة.